السلام عليكم البنات. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم المشتريات ديالي من ايكيا. غادي نوريكم شي حويجات انا ولا شارياهم. غادي ندوزو ان شاء الله باش نوريكم المشتريات. اول حاجه هي هاد لي رونجمون هادو. بالنسبه لثمنهم راه 50 درهم. بالنسبه لهاد الطابلو انا من نهار شفتو في ايكيا حمقني لانه عجبني بزاف الستيل ديالو. وحاجه اخرى اللي عجبتني فيه هو انه بلاستيك، يعني ماشي داك اللي كيتهرس. صحيح هو غالي شويه صراحه، ولكن بما انني بغيت ندير ستيل يعني شابي شيك وما لقيتش اشياء زوينه ويعني قديمه باش نجددها، اضطريت ناخذه لانه غادي يتماشى مع الستيل اللي غادي ندير ان شاء الله في بيت الجلاس. الثمن ديالو 349 درهم، يعني راه قاصح شويه ولكن انا في نظري يستاهل. بالنسبه لهاد الكواتس الصغار انا شريتهم باش يجيو اسوختي مع هاد الزواقه ديال الكبير. خليتهم بزوج ب130 درهم، يعني ضروري باش يعطيوني المنظر زوين للحائط. بالنسبه لهذا ديال يعني سله ديال الملابس، الثمن ديالها 35 درهم. والشكل ديالها بالنسبه لهاد الليد انا عجبني بزاف بزاف بزاف، بغيتو ان شاء الله نديرو في التلفازه، يعني باش نلصق المبل ديال التلفازه. غادي نشوف واش نلصقو في التلفازه او نلصقو في المبل، ديك الساعه غادي تشوفوا ان شاء الله تكتشفوا كيفاش غادي نديرلو. غنوريكم غير كيفاش تركبوه لانه ساهل 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 جدا. غنجبدو من البواطه ونوريكم البريز ديالو، الخيط، وهادو هاد لي بياس هادو ساهلين ساهلين جدا، راه ما صعبش. يعني شحال من واحد غادي يدير بناقص ما يشريش هذا على ود هاد الخيط، يقول ما عادش نعرف نركبو. راه ساهل 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 جدا هذا، يعني كيتركبو هادو في بلايصهم بهذا الشكل. هذا كيركب في بلاصتو هنا فقط، وديروا البريز هاد الصفر هادو يكونوا مع يجيو مع هادو، يعني ساهل في التركيب. هكا نركبو هادي. دابا غادي نشعل لكم تشوفوا كما كتشوفوا الليد، راه الضو ديالو زوين ومريح للعينين ومريح للاعصاب، يعني فاش كيكون واحد باغي يسترخي يدير هذا الضو. بالنسبه للثمن ديالو 119 درهم. كذلك خديت هاد لا لومب، هادي عجبتني. هادي الثمن ديالها 99 درهم. كيفاش غنركبوها؟ كما كتشوفوا تيديروا معاها لي كتيبات، راه ساهل باش الواحد يعرف هذا الغشاء ديالها، صافي يعني مفيهاش شي حاجة صعيبة. ندوزو إن شاء الله باش نركبها. بالنسبة للتركيب ديالها راه ساهل، فقط غادي تبعو هاد الورقة هادي، التعليمات هادو راه ساهلين. بالنسبة للناس اللي ما فهموهاش واخا مرسومة أنا غنوريكم، يعني الراس الفوقاني اللي غيكون الفوق كاع اللخر هو هذا، نركب فيه هذا، نركب فيه هذا، يعني هنا اللي يدخل بلاصتو هاد الشكل، يعني كيما قلت لكم اللي فيه هاد الاخر هو هذا اللي غادي يركب هنا. من بعد غادي نجيبو هادي هي اللي غادي تركب في هاد البلاصه هادي، وبلاصه بهاد الشكل يعني نطوروها حتى توصل للاخر. بالنسبه لهذا نزيد نلصقو فيه هاد العصه هادي اللي كتكون فيها هاد اللعيبه، هي اللي كتكون في التحت، غادي نركبها في المكان ديالها هنا. بعد ما ركبت هاد العصا كلها كما كتشوفوا، وغادي ندوز باش نركب لها يعني الغشاء ديالها. هادي غادي نحيدو هاد الراس هنايا، تركي تحيد، يعني نجيبوها هكا ندخلو هنا هكا ونردو البوشون. غادي نرد لها هاد الراس هذا باش يشدها مزيان. بالنسبه لهادي راه هي اللي كتشد هاد الحديده هادي، يعني غنجيب الحديده هنا بهذا الشكل وندوزها في هاد العوينات، يعني حتى نحس بها مجبده مزيان عاد غندور هذا. يعني غادي نحاول نزيد، دابا انا كنصور لكم ولكن دابا راه كنظن فهمتوا يعني فاش نجبد هذا هكا وغادي ندور هادي. كما كتشوفوا من بعد ما زيرت هادي يعني كتبقى مشده. بالنسبه لهادي هي اللي كنشدو بها الخيط، نحيدها حتى ندخل الخيط المكان ديالو هنا هكا، عاد غادي نردها بلاصتها بهذا الشكل هذا باش يعطيني منظر زوين.
هي هذه لا لامب كتشوفوا راه كبيره زوينه. بالنسبه لهاد المرايات عجبوني بزاف، شريت منهم 4. الثمن ديالهم 23 درهم الوحده، انا خديت 4 ب 92 درهم. بالنسبه لهذا اللي كيكاشي البريزات والخيوط ديال الضو، هذا كيدير الثمن ديالو 159 درهم. صراحه قاصح شويه، ولكن بما انه حديد يعني يستاهل. بالنسبه لهاد لي كادر بجوج، الثمن ديالهم 130 درهم. هادو بل هادو انا خديت 3 ب 105 درهم. هما هادو. بالنسبه لهاد القطيطه، بنتي كتحمق على القطوط ويعني ما نقدرش نربي لها قط لان الحساسيه، شريت لها هذا النونوس هذا على شكل قط، كيسوى 79 درهم. هاد لونسوم ديال الشميعات كما كتشوفوا، الله اكبر، يعني غادي يجي اسوختي مع الفراش، لهذا خديتهم. الثمن ديالهم 59 درهم. اما بالنسبه لهذا الكادر الكبير كما كتشوفوا، هذا كيسوى 109 درهم. وهادو وسيد، انا عجبوني الصراحه، كنت باغا نشري منهم الكميه اللي تكفيني لبيت الكلاص، ولكن بما انني عندي لاواط يعني ما غاديش نرميه، غادي نستغلو، ولكن كتكمله ليه لان غادي نحتاجو. خديت هاد الوسيدات جاهزين، خديت 3، وحده انا حليتها باش نوريها لكم كما كتشوفوا، يعني بالغشه ديالها زوينه. عجبوني بزاف لان كانت مضغوطه بزاف، وكما كتشوفوا راه شدت الفورما. انا عجبني لاواط ديالهم الصراحه، زوين بزاف هاد البوليستر اللي كيخدم، اللي يعني كاليتي زوينه، ماشي بحال هذاك اللي كنلقى هنايا بالكيلو. الثمن ديال هادو 55 درهم، والطول ديالها والعرض ديالها راه 40 على 65، 40 على 65، يعني راه كبار. بالنسبه لهذا الغطاء هذا، انا صراحه قريت النمره هنايا ولكن ماشي هي اللي عندي هنا، ما فهمتش علاش كاين هذا الاختلاف، واش حيت يعني البروموسيون كانوا داروها في الاول على حساب اللون اورانج، من بعد فاش داروا على كل شيء ما بدلوش النمره، ما فهمتش علاش. ان كما كتشوفوا هنايا راه 81 في الاخير هنايا، باش عرفتها انها هي خديت هذا الاسم ديالها اللي عندي هنا، هاد بولار فيد، ودرتها في جوجل وعطاتني هاد النوع هذا ديال الايكيا، يعني هاد النوع بنفس هاد الشنيتفاس، يعني هو هذا كما كتشوفوا هنا راه داير لها 25، ما فهمتش علاش، ولكن كنظن لان فاش بغيت نشريها لقيت هاد الثمن ديالها اللي هو اللي هو 69 درهم، لقيناه على اللون الاورانج. من بعد فاش سولت هذاك المسؤول يعني على داك الجناح، قال لي راه يعني البروموسيون على كل شيء، غير باش تردوا البال يعني حاولوا تفيريفيو تمايا، عاد تزيدوا باش ما يكونش عندكم شي خطا. بحال دابا انا راني فهمتها لان ديجا عرفت بلي هاد الابيض ما كانش عليه بروموسيون، يعني عاد داروها. بالنسبه للبلاطو كما كتعرفوا هذا راه معروف ديال ايكيا، يعني ميتال ماشي بلاستيك، انا عجبني بزاف، والثمن ديالو 119 درهم. صراحه يستاهلها لان ما تخافوا عليه، لا يعوج بالسخونيه لا والو، ماشي بحال هادوك ديال داك الميلامين. غادي نوريكم التواب، انا صراحه عجبوني بزاف، عجبوني الالوان، وشتهم ديجا في ايكيا يعني اونصومبل، هادوك جوج ثلاثه عجبوني، لهذا رانا زعمت عليهم واخا غاليين شويه. بالنسبه لهاد الغاي هذا، الثمن ديالو المتر 135 درهم، راه غالي ولكن راه يستاهل، التوب ديالو زوين، كنت باغا نجيب منه باش ندير حتى الردويات، ولكن الصراحه جاني قاصح بزاف. بالنسبه لهذا، هذا انا راه كنموت على هذا الستيل المورد، هذا خديت منه بزاف، خديت منه تقريبا 16 متر. هاد الغاي هذا خديت فيه غير متر ونص، وهذا خديت فيه 16 متر. غادي نوريكم كيفاش غادي نديرو ان شاء الله في بيت الكلاص، وكذلك خديت منه الريدويات لان بغيت يكون ان غابيل بين الفراش وبين الريدويات. هذا تقام عليا غالي شويه كما قلت لكم، لان 16 متر وكيسوى 95 المتر، يعني تقريبا
يعني 1520 درهم باش تقام عليا، ولكن راه يستاهل صراحة. حتى هو خديت فيه متر ونص على حسب باش نزيدو في الوسايد. الثمن ديالو 119 درهم. زوينين صراحة التوب ديالهم، يعني لاكاليتي ديالهم راه زوينة بزاف، الخامات زوينين، لهذا راه الحاجة راه باينة من ثمنها.